The station number one, actually we call this station is a panorama view because we have a very nice view about the upper Bakhtiari formation by Hassan. As you see, the back of a huge formation, we call this upper Bakhtiari. You know that we are a geologist. We have a philosophy of the geologist by James Hutton, if you remember in the second or the first classes, that the present is the key to the past. So this philosophy is very thing we can deduce everything, because the modern Earth surface we can consider as a main laboratory for us, for the geologist. We can deduce everything, especially the processes which generate sediment or sedimentary rocks. Okay? Sedimentary rocks. So from this concept we can deduce everything. First, we can study or interpret the origin and the ancient of the sedimentary rocks. First. Second, study the grain size analysis. About the minister tectonic. تقسيمات التكتوني عراق. طبعا هو وزن جو عراق كان ونقل كرسي دوم ريدن. من بيشكي معلوم زاني عليك تدمي. عراق تكتوني زود دراسة كلاو للعين جيولوجي عراق. أجنبي كان شيء لو أنا بودي جاسم أند بودي إيش لو أنا هم أنا بنا إيش هم أنا آخر شد فؤاد 2010 تقسيماتي كذا عراق كريا إنر بلاتفورم أو أوتر بلاتفورم إنر بلاتفورم أوتر بلاتفورم شوية منطقي بياباني عراق إنر بلاتفورم كان تقسيماتك زورة إيش لو أنا شيء ميزوبوتاميا فوردي ميزوبوتاميا فوردي شو أجريتوا لوسط العراق تكريتا بغداد واسطة وسط العراق أجريتوا ناوندي العراق بيلن ميزوبوتاميا فوردي لو فولد زون أم منطقة إما يسأل لو فولد زونين سو تكتونيكي أم منطقة ببلي لو فولد زون هاي فولد زون دائما لمنطقة قلي علي بقو سوران منطقة سوران أو بري شياكان بري شياكان بري بيتا هاي فولد زون هاشان همانا فرز زون فرز زون يعني امبريكيتد زون امبريكيتد شوية منطقي نازم كشار زي بيقو وو باطو فوانا تان بيستوها لسلوي زاخو بيتو باتيفا باتيفا بيقوفا كيف شعر زيها نحن حاجة مران جاي بيقوفا وانا لزاخو درتي لزاخو كاني ماسي منطقي كاني ماسي او منطقية تكامينة كان همو او تكروبي ابي لضمني امبريكي تفرزونة بي تفرزونة همانا اخر نقطة مانية بيلا سوچر زون اول بين حدود العراق وإيران حدود سوچر كان اي سوچر حدود باون داري بتون العراق عن ايران اوكي لا خلال قشتة كمان قشتة كيزانسي مجموعة فورميشن للرقام أنا بينين وتمان لأولدر وبو ينقر همانا قمشوقة بخمة مانية باشان شيرانش مانية كولوش مانية باش كولوش شي مانية خرمالة دي دواي خرمالة جركز دي بيلاس بي دي لور فارس أبر فارس دي فكي لوانا أبر فارس إنجار فورميشن لغمي ستيشنة كمان ستيشن نمبر 3 أن فورميشنانا هندي كي كاربونيتا هندي كي كلاسيكا يكي لوانا نموتا دي بيلاس بي كاربونيتا خرمالا كاربونيتا باشا كمان كلاسيكا انجانا كلاستيشن نمبر 3 بيو سيليسي كلاسيكا همانا جركا سيليسي كلاسيكا معناه مجموعي سيليسي كلاسيكا مجموعي كاربونيتا اي جاكا لكو دس بيكا لخوار بو سروا لشاستو بينج مليون صال تاكو 1.8 ام نقطة اي مين ايساقو باشا 1.8 كيه بيلن ريسنت سيديمنت قوسك كيتو بيلن كواترنري سيديمنت كواترنري سيديمنت لشيشي بيكاتو او بيكاتو ايش لو انا ريفر تريسس ريفر تريسس نورمالي عندي سكيل الرقم هسه ريفر تريسس رباي بتشوك هي كوتاي طابت او ربا او بيلن ريفر تريسس ات ويل بي اوكور الونج ذا فالي اوف ذا ريفرز سام تايم ذا ديبث اراوند 5 تو 10 اور 15 مترز يا كميه بين ريفر تريسس ريفر تريسس لازمني كان تقسيماته كواترنري سيديمنت كاي جاكي 1.8 ام اي مليون ايرز اجو او اي تروت ما فورميشن لا دو اي فورميشن كان لا دو اي كتاب فورميشن كان هم انا كواترنري سيديمنت او انا كيس الرقم هم يبين او بين كواترنري سيديمنت باشان يا كميه اوت ريفر تريس دومينيا تشي فلات بلين ربارك دور بيشتي هموي تشي هي ترسبات هي او ترسبات فلوت بلين كان في كاتكي تشيا سيكنيسيات بوسه متر زيات النيه او فلوت بلين اي جاكي تشيا لضمن كواترنريه السلا لانجانا فورميشن لا ستيشني دو اي بيدين فلوت بلين تشي زور هي
لروباري شلغه ايبين دورو بشتكي او فلوت بلاينه او انا ظني كواترنريه نابته فورميشن تو بي جاي كتو فورميشن جايه كواترنري جايه سيمينيان روك فولز اللي رانا بتايبته خاصا ابر باختياري بولدري غوري غوري دا بزته خواره باي جرافيتي فول داون او انا بيته شي بين روك فول هما ش فاين جرين وود وود فاين جرين كان ديته خواره او اش لظني كواترنريه او We have a characteristics of the station. Each station have a special characteristics. هر ستیشن تایبتی خوی هیا. خصائص صفاتی خوی هیا. This station number one. Main characteristics. This station characterized by high elevated area for surveying. And it's a good panorama view for taking photographs. Okay, this is the first point. Second point. A first characteristic is of the station number one or stopping number one is this station characterized by very high steep land and for surveying and it's a good for a panorama view and for taking a photograph. اما panorama view چی زور باشه تماشا که بخود هموش چی کبینی استوانه پیشان ده میشه لوانه چی معنیه Second, the drainage pattern in this area is a radial. Drainage pattern can see it's more radial. Radial. What can you tell us, geomorphology? Parallel here, radial here, one here, rectangular here. All here, and a drainage pattern can be here, and it's on here, radial. See it. Radial. This station number one, is considered as a main point between the source of the Shalga, Bastora, and Lopa River. We have منترين ناو سنين تقسيمات بي يعني أم منطقية أم لأنا أم منطقية موصلة خالقة بتسيب الشوا For example the Shalga River ها أويسا this station number three this station is characterized is a main point between the source is a triangle is a triangle between the source area of Shalga, Bastora, and Lopa River. Bastora to the west, Shalga to the east, Lopa to the south. Lopa to the south, okay? Bastora to the west, Shalga to the east. معناه تولى سنتري. اللي رانا سي تفرعات أنهر البوبيابي River. غلوبا باتجاه ويست بريتشيبي وطن بستوره شرق تو ذا ايست اوكي ذس از ثيرد بوينت نمبر 4 سو ذس اريا كاركترايزد از ا مين ريتشارج اوف ذا ووتر تو ذا اربيل سيتي بيكوز اوف ذا هاي بوروستي اند بيرمابيليتي ام ستيشنا باشتني خزاني اوا لبر بوروستي بيرمابيليتي بو هولير اجينا من اقرب ابر باختياري ما نمنا بو ايسا او ما نابو اندر جراوند ووتر ما نابو جراوند ووتر لاولير نابو كم ابو اما باشين خزاني اوا اكوفير بو هولير بتايبتي بو شاري هولير اوكي نمبر 5 the mountain the root of the mountain the root of the mountain are and the slopes are covered by what by soil residual soil and slope deposit under the action of the gravity. دوباره كما the root mountains, this station, the root mountains and the slope deposit are covered by residual soil. This is a residual soil and slope deposit under the action of the gravity. يعني أما منطقي بشيش عام چی معنیه؟ اوانی بانه و رسیجوه سوله لبان انجان فورمیشن افوان بختیاری فورمیشن رسیجوه او نباتانه اولا بهار سوزه بیتو دو اوشکه بیتو رسیجوه سوله فوت مونتاین یعنی فوت مونتاین فوت مونتاین چی اکان لرانه under the action of the gravity covered by چی residual and the slope deposit ام منطقه اوکی نمبر سیکس وابزان بیتا نمبر سیکس This area is a capturing of the river. A منطقة is the capturing of the river.
capturing of the river. This area station, this station is the capturing of the river. خالصاً أبيت حوت حوتمين. Okay. This station actually is about capturing the river. كانيه لبر أوي كوا. شي مانية bad sorting مانية. علينا bad land. This area characterized by bad land. خالي هشتم آخر bad land because of the high elevated and steep slope. تماشى كا steep slope مانية علينا. أو steep slope علينا. Steep slope علينا هيا. لقد شيا high elevated make a bad land because of the low vegetation. نبيت نبين علينا نبات إيش كم علينا. سوزانية لقد شيء steep slope. Steep slope علينا bad land. منطقية كاركتر by bad land لناحية شو ناحية vegetation هو. We have a very steep slope in this area. Okay? So, after that, important thing we have in this station number one. Back of me, we have a huge formation. This is Upper Bakhtiari or Bai Hassan Formation. This formation is a typical of the silicic classic sedimentary rocks. Typical silicic classic sedimentary rocks. Composite of the mudstone. Cyclicity of the mudstone conglomerate with the lens and the pebbles of the coarse sandstone. Manetia. Lepish home, away Hamana, Grinishidic formation, Mananaitia, Upper Bakhtiari. Upper Bakhtiari, typical silicic class sedimentary rocks, a pecato la cyclicity, any conglomerate, legal mudstone, legal chia, legal lens, pebble chimanea, coarse pebble, coarse of the sandstone. اوانه بینی استلرانه تماشا کا گراولا پاشا لنس دی او لنسا بینن ها لنس او لنسا کور ساندستون لنس اور پنک اوف دی کور ساندستون تماشا کا کونگومریت دی وردو د لنس دی دوای لنسا ک دی سان کونگومریت دی پاشان لنس تی دی طبقه کی لوانه 25 15 سانتی بی پاشا لنسا ک دوباره کونگومریت ک دی تو سو وی هاف دیرز ا سایکلیستی بیتوین دی لنس of the or tank of the sandstone course of the sandstone with the conglomerate and the mudstone. يعني أنت كوني بيكاتو لا سايكل إمو كاتي خوي من لا نظري بوتام شرح كده هما أنا فورميشن مان هي يعني وقت ما أقدم مترا لو أنا بيكاتو بلا بي سايكل هش ما أنا صف مترا لو أنا بيكاتو لا مو يدوس سايكل كاتي خوي شرح مكتب بوتام لسر تختك جوان شرح مكتب ألي رانا تماشيكا إنجا أبر بختياري فورميشن بيكاتو جموعة cycle. Cycle can, there is a repetition of the cycle. Repetition, عادة بتو cycle can. Bany conglomerate, lens or tongue of the pebbles. Pebble كتشيا. Coarse sandstone. Coarse sandstone أقدر بقى. أو lens أنا هم بيقول coarse sandstone. يعني سمعنا توين بتشين زور بيشوا. أجينا بتشين أجا lens تبي بتماش. هاي بيه lens. ديارة very coarse sandstone. ساندك زور بتشاو ديارة دريشتا. Coarse. يعني هل لرو ديارة تماشاي كاستان دكا ديارة زور واضحة او لنسا دوبارة بيتو كونغومر دي دواي دوبارة پاشان سان دي دوبارة بيتو طبعا الي رانا اگا تماشاي كي لخواروا چي ديارة كام سيديمنتري ستاكشا لرو زور واضحة او خطي سان دكا لنو سان دكا دركي او شونه بینی او چی دیاره کم سیدیمنتری استرکچر زور واضحه لناو ساندکه تماشای ساندکه نخیر لناو ساندکه که اوتون کورس ساندستون لنسکن یا لنسکه لنسکه لنس اور تنگ اوف دی کورس ساندستون سیدیمنتری استرکچر در کوتو زور واضحه تماشای که کروز بیدینگ یس او کروز بیدینگ پلانر کروز بیدینگ زور واضحه او فرصت کانه طبعا انا يجيني اللي انجانا فورشن نتيش شاو تان شرح كان فورسيتا كان مي بو تان شرح كان بس ما بسم تماشا بزان دائما كروز بيدينغا لكور ساندستون زور باساني دركوي تشن ساندكت باتجاه جرين سايزكي برو ميديم بو كورز بروا تو كروز بيدينغ بلانر ياخو طرف كروز بيدينغ زيادة دركوي تشن ودو دي بيتا فاين اغوري سيديمنت اوتش طبعا حفته داتو لم حفته وريجن ليكتشرك ثاني اباوت ذا ترانسبورتيشن اند ديبوزيشن او ترانسبورتيشن هي نوع سيديمنتري ستراكشر كذا داتي ولا اجنوا بما كات خويتما هم سيديمنتري ستراكشر كان بتا كروز بيدينغ ني جريدي بيدينغ نابي
همانا جريديد بينينغ مانا همانا بلانر مانا همانا ترافكو ريبل مار معناه تولي رخاصي كيا للترانسبورتيشن وردو دا أم مجموعة سيديمنتري ستراكشر داداتي أوش لك شركة تايبت مانا روجيستيشن إن شاء الله وديقين لمحاضرة transportation and deposition of the sediment. بوي اليرانا تماشايكا همانا تنغ لنسي of the course of the sandstone are clearly we can see a planner the cross bedding. زور واضحة تماشايكا فورس يعني بروخوة بلانا كروس اليوش بركي بس لو زور واضحة بس لو بيشا زور واضحة. So now I will ask you the question. As I mentioned earlier that the upper Bakhtiari formation is composed of the cyclicity between conglomerate sandstone and the lens and tongue of the coarse sandstone. So the sandstone are strongly cemented. So my question, the conglomerate here, as you see, this is a conglomerate. Glass supported fabric or matrix supported fabric? And so why? Gilbergren. Actually, the matrix supported fabric we have no in this area. Nimana. Bas bedengman. Matrix supported fabric. Emakati hoi sharhman kribotan. Utman fabric index seka. Evidence seka to betwani bawasti o balgay kribotchi betwani deposition environment federki. یکی روانه تو اگر ماتریکس هبی ماتریکس سپورتد فابریک بیه معنی you have to think about the glacier deposition environment. اما گلاشیر ما کوه دیر نیم اما گلاشیر کوه دیپوزیشن معنی همونی بیات کانی یان فلوویالا یان دلتا لوزیاتر نیه فلوویا یان دلتا لوزیاتر من نیه معنی تو لیر گلاشیر نیه یکسری به تو فکر لوب کتو اگر ماتریکس بیه ابی گلاشیر من گلاشیر نیه deposition environment هم تکمیانه هم فرمیشنانه کامیان بگره اینجانه یا خوبای حسنه کامیان بگره یا فلوویالا میاندرینگا بریدیدا لاکسراینا یا خو دلتا نیمانه دیپو نیمانه گلاشیر نیمانه گلاشیر گلاشمان گلاشیر چیه سیدیمنت کانی پک هاتو ا دایورس گروپ اف دی بولدر پیپل ساند هموشتیکتیایا کاموشتیکتیایا دلائل باری ایویدنس مانی اباوت دی گلاشیر استریشن سیدیمنتری استراکچر یکی لجیولوژی لسیدیمنتوش پلین گلاشیر استریشنه ایویدنسی نکه بلگه یکه با من که بلیم او گلاشیره من ماتریکس نیه لبر اوی دیپوزیشن انوارومنت هم فرمیشنانه دراست کراوا بدهیان رسرچری جیولوژی ایشی کدو لسر مانه هیچیان بی اتکان یان چی جنگه کنه دیپوزیشن یان لاکستراینه یان فلوویالا بریدید یان میاندنی یان دلته یا هیچ یان گلاشیر نیه لبر اوی گلاشیر نیه تو ماتریکس که به کروزی کلی دی معنی اوی هتا کلاس سپورتد فابریک کلاس سپورتد دوای کلاس سپورتد فابریک چیه با چیه زانی ورقه چیه گم سودم دنی رسمی کم بوتن و ابزام چکا تخته من پیانیه لیره اگر اوم دیتی و کلاست a lot of کلاسیتی آیا تماشای که اوانه کلاستا اوه لا تماشای که لا اپر بختیاری او کلاستا بینید تماشای کنگلومیت کن که چنه کلاستا راست کلاستا کن اتوان بلین راوندد ویر راوندد سب راوندد شکیتی آیا بس اگر هاتو بیت ماتریکس از این چونه بی نقاط بی very fine grain of the silt or crushed muscovite امانه پیل ماتریکس امو نیه اوه همانه او شکلی همانه لپیش شامن اوه یکمه اوه دوم نیه اوه یکم تاوه معنى ما بيت كلاست كلاست سپورتد فابريك نك ماتريك سپورتد فابريك ستيشن نمبر 2 this station you know that as I mentioned that I call this is a شلغر ريفر important is in شلغر ريفر بيدنجمن بيدنجمن تكاي بيدنجمن in the شلغر ريفر first point we have the rate of the erosion is equal to the rate of the deposition rate of the erosion equal to the rate of the deposition. Second, this river, Shalga River, is a typical of the braided river. Braided river. Second point, the Shalga River is a typical of the braided river. Braided river. You know that the fluvial divided in two main types, braided and meandering. This is a braided. Braided river.
About the second point, I will come back. پاشا نگرم چکو مجموعه خامه دوای به تفاصیل پیتانیم. First point, rate of the erosion equal to the rate of deposition. Second, station number two is a typical of the braided river. Number three, in this station we have many deposits like river traces. This is river traces. And the fluvial deposition, for example, boulder, cobble, pebble, and the coarse sand. As you see, different kind of the gravel we can see in the Shalga River. This is the main deposition of the Shalga River. Boulder, cobble, pebble, and the coarse gravel. Third point. Number four. Okay, number three. The deposition of the Shalga River or river traces is a fluvial deposition. Is a fluvial deposition, which is mainly composed of the boulder, gravel, pebble, coarse sand, in addition to silt and the clay. But here, as we see here, a high proportion of the gravel. Okay, بینیم زن نسبی چی زوری هیا gravel مانی لره. Boulder, gravel مانی. Number three. This is number three. Number four. The degree of the braided. Apparently, بنوسه the degree of the braided apparently increase recharge stream. As increase recharge stream. معنی تو لیرانا عیبینی اوی همانا به نسبه دیپوزیشن ایرانا بریده. ما بریده نه معنی بریده. بریده ستریم. چکه فلوویال ابتا دو باشو. میاندرینگ بریده میاندرینگ. یکم زبا چی دست پیکا به بریده پاشن دست کتا میاندرینگ. So, We have no braided here in this station. Actually, the braided, meandering. We have no meandering in this station. Because meandering we can see in the middle part of the Iraq. Meandering lirania. Away here, la nauras la wasati nawan di Iraq here, wakulishu la tikrita here, la baghda here, meandering here. Away here, lir braided. Because high strength of the water or the flow. Okay? Awaka zorba khaira diya, labar awa hamana braided mani lirana. Number five, there are many factors controlling or affecting or influencing the channel sinuosity. Channel sinuosity. Hechelawana, slope of the channel. Channel slope on zorbi awana zadaka. Number two, grain size. There are many factors are influenced. Channel sinuosity. Channel sinuosity. Sinuosity means lofa. S-I-N-U-I-S-T-U-I. Sinuosity. Because the braided, what is it? The braided sinuosity is the legal meandering. Meandering is the meandering. Or lofati is the meandering. What do you want to know about the braided? The braided. The braided. چنال بانه چنال بار مانه اما لحالی بریده دینه سر حالی کیسی دوم که همانه میاندرینگ اما یه رسمه که اما میاندرینگ مزانه میاندرینگ او تاثیری که او میاندرینگ لوفاتی زوره میاندرینگ او یکا میان بریده او ایسا همانه او رسمه یه اما یه بریده یو بوله دو او دانشنه ورنه یه پیش او بوله دانشنه او بریده بوشه ویه برید بوشیوه اوانا تماشای که همو چنال بارا پیشان تانه دمه چینجا چنال بارا چنال باری پیرن او بریدیده که همانه لیره بریدیده همانه میاندرینگ لیره نیمانه میاندرینگ و کتم لشاری بغدا لتکرید لناون دی عراقا او بوشیوازه داره که میاندرینگ میاندرینگ چید با درسته که اکس بو وردو دا لیره خیرای اوکا کمه بیت اکس بو و داخره لیره اوکا لیره رو تبیه اگواره اما پیل میاندرینگ بله میاندنی لیره نیمانه آگه دار بن اوی همه لیره بریده یعنی تماشای آوکا کار بچاو سری که چنالکا زن لوفاتی کمه وک امنیه سینوستی مپلن سینوستی بینگه سینوستی very low in case of the braid stream لحالی braid stream سینوستی کمه تماشای که کوازن خطی که راسته چون ها اگر
لخواره و توزه لوفه که سنوسته که ببرا بلای چه پایان براسته بروا بس لمیان دنینگه با شوازه بروا وکو ما وطمه میان دنینگ لرنی لناون دی عراقه لتکریر لبغدایه لهنده شونه هیا لره اوی همانه برید ده همانه برید ترمان زوره برید زور زوره هیا لهنده شونه بس الیرنیه حالی الیرنیه بس كتيبيكال ميان دنينغ العراق اللي تشوز دركيه لا بغداد زور واضحه هل نو بغداد لا بغداد لا شاري بغداد يسمي ميان دنينغ كابيني لا تكريتي ابيني بلا منطقه اللي زحمه اللي دركيه بس كان بس بطاوتي بواضحي كتيبيكال ميان دنينغ بوشي خيراي او ودو دكنه بي اللي جمر فجي وتانغتوا شكو هم انا يانغ ودو دغات اولد ايج كغات اولد ايج خيراي او ككمه بيت معناه ودو ده سكه بولوفاته ناتواني بو راست برو كمان لبريد لبرو ام شل غريبنا وما انا تيبيكال از بريد ستريم بريد ستريم اوكي بريد ستريم سلوب سلوب نامينه سلوب نامينه سورسك اوك ودو ده اكتيفيتي كم تريبي ودو ده سكه بولوفاته سكه بس لبدايه راست رو وويل انا همانا دي دي بوزيشن اوف ذا بريد از يو سي ماني جرافل بس برو لميان درينغا جرافل نامينه همو سلتو كلي زنزور جوازه يعني كاتشي تا ناون دي وسط عراق لبين منطقه تكريت ابي اوي ابيني لا وكلا لنا اي رباري دجلا لا لقراغه اوي همانا همو كلي سلتا بولدر وانا بيني بولدر تسيت ماشاكه بولدر اللي رانا هي يعني هيك لو انا كتو جاي كيتو بريدر لبل مياندرين بدي بوزيشن You are geologists. You should distinguish between this is a braided and the meandering. Meandering is the most of the deposition, as you see, boulder, cobble, gravel, pebble, coarse sand, and silt and the clay. Silt to clay is mana, not ni mana. But if you have meandering, what is it? Boulder or gravel? What is it? Because strength of the flow decreases gradually. What do you do? How can you get it? How can you get it? Not only gravel, but also transportation. What is silt to clay? بسان یکی که جوازی دیپوزیشن بینی میان درینگ بریدی زور واضحا که چی تا منطقی شهری تکرید بغداد نانو خون بچه خون موانا همو این بینی و که بینی آوکا لطبقی نیه بالده نبینی نیه همو سلتو کلیه سلتو کلیه بس اما این دیپوزیشن چیه سلتو کلیه میانه بلی ریا بالده رو زورا نزبه بالده رو زیاده کلیه کلی. اوکی قطما the factor that تکمیله ما نکد وابزان the factor that influence This channel sinuosity. Kamini an chimaot slope of the channel. Dominion grain size. Seminian magnitude and the variability. Magnitude and the variability of the channel. Nusitan. Okay. Number three. Number four. Bed roughness. Bed roughness. R O U G H N E W S. Bed roughness. اعتماد كتا سطبق كان بيت رفنس بيت رقيب بالضبط هارنسي بيت رفنس اوكي معناه امانه ام فاكترانه تاثير اكلت شي لا شانال سينوستي املي رانا كسينوستي مان شون شوني بولي را سينوستي مان كم تريكا بوش نمياندرين سينوستي كزيات تريكا سو نمبر 5 اب انذر كاركترستيكس اباوت ذا بريدد ريفر ان ذا ستيشن اباوت ذا ستيشن سو ذا باليو كرنت analysis what tangto paleo current la amali paleo current analysis in this area in this station number 2 shalga river show to us a low variability aw daftaram de karasma kam kirt laiche bu daftar karasma kam tama shayka ama bredida ewa war tangit paleo current kawa flow direction wan ya sami ka flow direction wan ya al area tama shaka variability ki kama agar مقارنة كي لقال أما شون شونية يكجار راستة بي يكجار شابة بيته يكجار راستة بي يكجار شابة بي سو تولي امتحاني عملية اگر هاتو تاليو كرن إيشت كرد variability كي اگر هاتو بكزاني تو ميان فلوفيال تيه اما وطبع فلوفيال معناه بيئات النهرية ما بجيولوجي مصطلحي بينا فلوفيال ستريمي بينا فلوفيال معناه تو بيبزاني بيئات النهرية فلوفيال بيته دو بشو بريدت ستريم مياندرينج ستريم یا کم جا بریدی دست بکات پاشا میاندری اول لیره برید تو پالیو کرند اگر ها تو پالیو کرند لیره دراست که ریزالتا که چیه لو واریابلتی به نسبه که زور کمه به پینج بو شش بو حوتر وان که دیتا سر میاندرینگ جاروه به سی چل پنجا درجه روان
بو variable تيجي زورا خلص يك جاب راس تبغى يك جاب تشاب يك جاب راس يك جاب تشاب كديت إيرانا أقوله variable تيجي زور كمان تماشى السهم كان كم تو أجر سهم كبي أوابي لقال أوابي جاي يعني أوا أوا أول حالي بريدت أول حالي مياندرينجا حالي بريدت مياندرينجا يك جاب راس تبغى يك جاب تشاب لمياندرينجا so that's why the variability is very low in case of the breed stream يعني تو باليو كرنتت كورق دراستك لا فلوفيالا سبيشال بريدد درجة كي زور كما بي بين شاش حو درجة كاقيتا مياندرينج اروا بو سي چل اروا زياتر اروا معناه تو وخاصيكا يكستو لباليو كرنتا اتواني بزاني او ما بيك راس مكيان ريزالتكت ازاني او فلوفيالاكا نو اكي بريدد يا مياندرينجا لسي چل بابانا ودرت شو درجة كما معناه تو ببزاني هاي سنوسي تيه هاي سنوسي لو فاتي زورة كسينوسيت زور بو معناي باليو كنتك هاي فاريبل ده بس اقل لحالي بريتا لو سينوسيت بدرجة كلا بينج وشاش وحوتا اوكي thank you so another point about the characteristics so this station number 2 Shalga River is a typical unidirectional features so we have many sedimentary structures we can be see here. For example, planar, trough cross bedding, and asymmetrical ripple mark. يعني مجموعة sedimentary structures توين ببين الليرية ويهمنا planar لقال trough cross bedding لقال asymmetrical ripple mark plus graded bedding. كم نوع graded bedding? Normal graded bedding. So my question for you: normal graded bedding, چونچونیه؟ The fine over course. تو جوابك زور زور ثانية. إيه. تمام. سبلي بودلهم زور ثانية. أو سبلي معناه ثانية. إيه تمام. أو روج امتحان كويستانك. كورس يا كم جا كورس أبي وده ده معناه بتشي. Finding upward. That's why. زاوية finding upward. أبي ترى رقم هشت. That's why in this station number 2 or the braid stream is a typical finding upward sequence. I'm stationa kabti tabaqata kan wagiri abi finding upward derchi. Wa khotan uta. Now chibu? Ifa. Iba uti finding upward ta. La barwi chi maniya normal graded bedding. Normal graded bedding chiya course as the base gradually decrease to the up. To pa kay beta fine. معناه بيتا چی فاينینگ اپورت من که فاينینگ سیگوشه کم آوائه سیگوشه نوکه که بوسره و نک با عکسه و یعنی قاعده که لخواره آوائه سیگوشه و فاينینگ اپورت که من فاينینگ اپورت ما بی so I can conclude that the station number 2 Shalga River is a typical or fluvial or braided stream is a typical of the faining upward sequence okay اما بله فرمو چی گراولا؟ همین چی متوجه گراول، بولدر، پیبل، ساند، کورساند، سیلت و کلی، سیلت و کلی که زور کم نسبت کی؟ زور کم. پیت موت. یعنی دومینانت، یعنی دومینانت چی زوری نی بکوری زوری نی گراولا. آواست رکی. گراولا که بولدر، پیبل، ساند، کورساند آخره بیت ساند و سیلت کلی زرده. زور کم. زور کم. معنی بیت چی؟ آوا. فاینینگ آپورت. خواره ود سیگوشه کد باشه وازی کورسکان لخواره بیزه گراول که طبقه وگی سعی بینی لپیش رو بینی سعی بینی سرچین لپیش رو پشانت نورمال گریدی بینی چند واضحه لیواری روبارکه شال غریبر مامستم بست رو بو ببنای کورسکه من نمیدم علی کورسکه زور چی کورسکه زوره؟ مقصد رو بو یعنی فاین نه 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 طبقات وای نیه طبقات کورگی لخواره بسر رو نکلاس رو بخواره من اوی همه دیپوزیشن دیپوزیشن همی کورسکه بس ورده و دیده بانیه یکم جا کامیر وا تو خود زانی ورتنگ تو ل یکم جا ترانسپورتیشن چیه رولینگ روباره که با قوت گراولا که پالنیه ورده و ده سترینگت آف دی واتر کمه بیتو ابیتا چیه بیتا سالتیشن دوه الاخیره چی سسپنشن چیه سلتو کلیگه کلیگه چه تسره و یعنی یکم جا آوکا که زور بیز بیه اوی که نقلی که لیرانه او گراولو بولدرکان بو نقلکا ترانسپورتیشنکا ورده و ده هیزی آوکت
strength of the water gradually decrease. کمه بی تو. سکه جاروای بی سکه موسم سیزنال کمه. که کمه بی رولینگ نمیانه. گرافلاترشان خویم نمیانه تو. نتوانی بیجولی تو. هزی آوکت او توانایی نیه. Is not there is no ability of the strength of the flow to transport the gravel. So we have saltation. Saltation دست بی که. اگر تا مرحله کمتر بی، اما لبانو بیت چی؟ سیلتوکلی. معنی تو اوی هت لیران لخواره کورسکیا وردو ده بیت چی سیلتوکلی؟ معنی بیت فاینینگ آپورت. لبر اوا تو ابی بیت چی سپرت میشود؟ بزنه. لفلوویالا، فلوویال، بریدت. لبریدت چی معنی فاینینگ آپورت؟ فاینینگ آپورت سیکونس. کورسینگ لچی هیا لبیاتی دلتایه لتان تکنیکه. ورد وای وریگن لدلتایه با عکس به بد بابت کورسینگ آپورت بیه. کورس که لبانو به فاین کاتی تسرع. بس اما دلتا مانی حالیا با سواقین که لفلوویالین فلوویال نوع فلوویال که چیه بریدی ده اوی همانه فاینینگ آپورت لیرانی. اوکی. و خالی چنم نزنم. حوت هشت هشت. اوکی. و چنم هشت. اوکی. About the sorting. Sorting in this area is bad sorting. Actually, the sediment in this area is very bad sorting. Sorting is very bad. Sorting is very bad. But the roundness and sphericity is moderate. Then the roundness and sphericity is moderate. But sorting is tawny. Because we have a different sediment. We have gravel money, pebble money, sand money, and the silt clay. Labarawa catastrophic sorting, okay, Ben is Bishalga, but a bad sorting, but Kadena surround is and sephiristi moderator. Hertia moderator. Okay? Then a third Halidom Mutman braided river. Why braided river? Actually, when the river are transport from the highland to the lowland, for example, we have a steep slope like this one, so the river are able to accumulate and transport different kind of the sediment, boulder, cobble, pebble, river, pebble, for example, coarse sand, silt and clay. On the seafloor, la seafloor, okay, we call this is a bed lot. I'm a pelin bed lot, river pelin. Kato gravelakan nakal killa the ground okay, the quarry way, then bed load. Where the bed load are deposited as a bar of the gravel or the sand, so the channel it will be divided the river into braided. Away a bit of river can be braided. Manichia, botan runa camelerana. Emma Kalamar Hali bidet kao kazurba or hasa la mousma. Emma seasonal money, so they be ushu boto. Kati baranichi bokwot. Heavy flood. زنه برانش باخت چیه که؟ گراول همو سیدیمنت کان با نقل که با طاعتی که نقل یکا که لمحاته که نقل یکا انواع اشکال ترسوباتی تیایه لگراولا بولدر پیبلا الان چی درسته بیه؟ باره درسته بیه تو او دفترم دارن دوباره او رسم کرد رسم کن هلیره؟ باکسه با؟ لیره چی با درسته بیه؟ امان پیلم بار 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 درسته بیه بار درسته بیه بانه که باره اوک چناله دوری پیش چناله بار چناله بیه او بار چناله که درست ابه لحالت که درست ابه با چی تو اوکت زور زور بهیز اتوانه گراولو بولدر پیبل سان نقل کتو نقل که لده رو پیشت که اوه امانه تو چی پیلم پیلم فلات پلین امانه فلات پلینه که اوکت با خود بهیز دیه چی فرده دورو پیش او ترسوبه ده دورو پیلم فلات پلینی پیلم پلین فلوپ پلین. الیرانا چی من هیا؟ چنال منه. So in this station we can see different secondary channel inside the main channel. من مجموعه secondary channel بینم. channel secondary بینم لناو main channel بینم. channel بینم. ام channel بس لبریته هیا. لمیان دارین گانیا. زمان لیستو هات مثلا جوازی بینی برید لگال میاندرینگ که جاری و میاندرینگ شما ور نگرتوه بس به ترسوبات و با شرکتنه من جوازی درسته کم کنتراز بتوین دی میاندرینگ اند برید شکا همو سال امتحانه بوتن دینمو همو ساله make comparison or کنتراز بتوین برید اند میاندرینگ که وری اگن لدیپوزش این بارم لنظری دیتا بوتن ترسوبات کانیان چونه لگال چنال لیره we have abundant channel channel منظوره so maybe
the secondary channel inside the main channel. But in meandering, we have no channel. Channel man niye le meandering. Niye channel niye. Nimana channel man. Çoğu her kota zani high sinüstiye channel dürüst ne biliyor? Hiç channel dürüst ne biliyor? Eğer yani channel maniye, legal bar maniye. Okay? Thank you. اما همون خصائصی کاراکتریستیکس اباوت دی استیشن استیشن نمبر 2 فزانی مان کام نو فلوویال مانیا اما کام نو ریورا نایچی نو ماچینا بریدی ام یاندرین تو زایتن بریدیت اوکی استا اچین بابچین چنال ببینین لگل نورمال گریدی ببینین لگل اوانی کشاف ماکت Many secondary channels inside the main channel. For example, we have a lot of this secondary channel here inside the main channel. But there are an important thing we have being going to the main character of the community character. Being going by now. What are being going? Being going. Being going. Being going here is a typical of the community character. Schema unidirectional. Woodman, the Bidat, Levy Woodman, and Stationer. Typical of the unidirectional. Paleoferintaka bir unimodal dostu. So paleoferintaka bir unimodal dostu. Unidirectional, mobile direction. Alere, o sedimentary structure ki hemana minimal normal gradient ve minimal dinleme. Eva utan denizde içen avatan, secondary channel, inside the main channel. Legal olsa hemana lori asimitika ripple mark tele lingoid. Hemen lingoid. Lingoid. Tele lingoid asimitika ripple mark. Tele lingoid diye ki hala نوع اسيميتريكال ريفورمات نكسيميتريكال هذا بيدنج مدوا تو بيدنج بتاعي لينجو تيكا لا فقايا كاني كوتمان اسيميتريكال ريفورمات كما اتواني بكاري ديني بوسي بو فاليو كرنت بو فلو دايركت تمام ذاته معناه من اليراني تي كم تو لينجو تي لينجو دائما يتمان دو كريس معناه راكم تقدروا تكون بوتان So, keep it. One direction, our diamond. So, we need a chip tape. I'm a wavelength, I'm a decrease, I'm a tree, I'm a tree, I'm a tree, I'm a wavelength, I'm a beta height. Then, a very recall index, and then wavelength over the height. I'm not sure. 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 I'm not دیتی به دل هایی رفلین دست کرده بودی. اینجا ازانی رفلین دست کرده بودن به سمتی می‌دهد که کاملا نیمه بیومانیه. لبرو هم به سمتی می‌دهد. یه ملکات یه خلی از نظری فقط می‌دهد من همه نمیگه دیون رفلین دست کرده به مثلاً. منم ولی ما هم بینما آواهی تل رفلاتان همون به سمتی می‌دهد. سمتی سه سمتی سه سمتی نه جاتی نه. لبرو هم از سایت استانی از گرد نیم. اما ورگی از به سمتی سایتی که دستیه. کنکل آن دیس سمتی سه سمتی هایت کیه؟ So this is a typical language of the asymmetrical ripple mark. It's a common feature for asymmetrical ripple mark in Hungary. Bagarizo is a lingual language. Alirana. So I'm Christopher. Christopher. I'm a Christiaka. I was Christopher. Do Christopher. I'm a Christopher. I'm a Berzeka. I was Berzeka. I'm a Lirana. I'm a Tati wavelength. Far away. I was Berzeka. I was Regni. I was a Tati high. So do. Pick there, do pick at a detective wavelength. I know. Hi, I tell you, I said, 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 نوع اتیشیا خودش که توی لینگوی لینگوی رو فهم کنن از این شما که همه نلونه ایتانه لینگو من این لینگوی رو لیره هیه لیره هیه لیره دو لینگوی رو بسه بگر لیره شاهه لیره نوع بگر همیه که کتانی هم زور واضحا اتوانی تو بینی دو پیت دفتی که اتا بی که زن چند سانتی و بیتا ویو لینگو های اکی برزی اکی که کتا بیتا چی های معنی تو ریفل اندکی جان بله یکی وری که یکی وری نه نه یکی که نه میوه نه یکی وری بس ویبلینگ کتابی بین دوستی دوستی همچنین
actually this formation in Jana or Upper Forest is a typical of the CDC classic sedimentary rocks. Sometime I can assume this is a museum of the sedimentary structure. معناه شيء إما إسا حاليا لا ستني محطي سيمين لا أور فيل تريب لا سفرة كمان لقشي زانسي جيولوجي سيديمنتولوجي بوكويا أم ستيشنا إنجانا فورميشنا كأبر فارس أي جاكي أبر مايوسين هيك يكا لا فورميشنا كاني كوا تيبيكال بلن سيدي سي كلاستيك سيديمنتال روكس سيدي سي كلاس سيديمنتال روكس أي جاكي أبر مايوسينا ان فورميشن طبعا ذس فورميشن هاف ا وايد ديستريبيوشن العراق توزيع زور زوره لا وسط العراق لا ناوند العراق لا كردستان خوما لا سروتر هي لا لا زاخو بينيمان لا دوكا هي لا زور شونه هي ابر فارس فكر سكان شي زوره او نبلي سطمه دو سطمه تربيه تكنيس زور زوره بيكا تكيتشيا ذس فورميشن از مينلي كومبوزيت اوف ثيك بيدد اوف ذا كلايستون وذ ثيك لير اوف ذا ساندستون ذس از ساندستون اند This one, the clay, mudstone. Sorry, mudstone. Thick layer of the sandstone. Thick layers of the sandstone. How separate? Different sedimentary structures. Different sedimentary structures. And mudstone. Legal mudstone. Pekatu. يعني pekati. أما طبعا سيلتستون شتى يا. Plus سيلتستون. تكاتكي ولا سطا بلين 50-50 زوربي سكي ساندا لغل ساندا لغل مدى so we have thick layer of the sandstone with layer or thick layer of the chi mudstone mudstone شو عن زورا ليه لما دكش زورا sandstone and mudstone plus siltstone so in this station we are focusing about first lithology second the grain size In this station, we are focusing about what? Lithology. We shall study the lithology. Grain size, texture, sedimentary structure, and the paleocurrent analysis. And the deposition environment for this formation. Actually, this formation, the lower part of this formation are represent lacustrine environment. While the upper part is a fluvial environment. معناه چیه formation که اما دراسه لیتولوژی کین بشه یکی عام لیتولوژی کی لگل grain size بزنی fine medium coarse چی معنیه سلتا نوع کی یا خو لیتولوژی کی یا لیتولوژی کی ساندا sedimentary structure اوی که مجموعه سل رقم انا بینین لگل paleocurrent analysis دراسه دی paleocurrent analysis in addition to depositional وطمان lower part of formation The lower bedingment. Okay, one is quarry bedingment. Shall I come? Lower part of this formation is a typical lacustrine environment. Lower part, okay? Be at a catalan lacustrine environment. Lacustrine, L A C U T R I N E. Lacustrine environment. Upper part, L A C U T R I N E. I N E. Lacustrine environment. While the upper part is a typical fluvial. Fluviala. Fluvial. Deposition environment. So, as you see here, this formation, the clay is have a reddish brown color. Yaksifati kitiya ka asain to injana formation ka jaya kitiwa reddish brown color. Ha tamashay baran bert ka clay ka chan wazha. Rangi reddish brown color. Rangi ki kawaii suri ki tokarwa reddish brown color. And thick layer of the sandstone. طبقاتي كي thick layer of the sandstone نتيايا sandstone لكا important thing about the sandstone we have sedimentary structures جركس سورة سورة بس أما لقى الساندة thick bedded of the sand thick bedded of the جركس سورة كي زياتر برو سور أروى red شبه أما براونة brown red شبه أما براونة أروى زياتر أو باتجاه زياتر سور أروى يعني جركس سورة لما هما كاتشينا شخلاوات شاي سور كبين او جركسة او سورة جركس فورميشنة او طبعا كلاسيكا سيليسي كلاسيكا او كاربون سورة تريكا بالضبط زياتر سورة ريدا اما باتجاه براونر وزيادة كي شكا هما الانجليزية ريدش يعني براونش زياتر باتجاه اما باتجاه تريندي براونر كاقريا بس ايوتي جركس زياتر
سوره بيه دواي جركس يك باچا همي بلين ريدش براون ريدش كلركي ليرتيك بيدسان ماني او تيك بيدسان بس نهائي بين تماشات الانجانا فورميشن هيوج تيك بيد يعني متريكا دو مترا تيك بيد اوف ذا سانسون او تيك بيد سانسونا ديفرنس سيدمنتري ستراكشر ايتيا سو ناو واتس مين ذي سيدمنتري ستراكشرز كيت كيت تناسي كي جوان مداتي نس سيدمنتري ستراكشر ورتانغر تو ابي جو ابي ولام دنو Large feature of the sedimentary rocks, like what? Ripple mark, rose bedding. Some of this process, I want to hand you back to you, yan before, yan during, yan after sedimentation. But we're getting the camera, duoma. During sedimentation, have a wide variety of the uses. Tarinani, water deep, string, seki, koti awaka. So now we have first in this station, this is a thick layer, thick bed of the sandstone. Bed is all over the sandstone. Pekatua. Alerana away abinin tamashaika, forset abinin, forsetaka, tamashaika. Oh, Khatana, how many forseta? Awabini, forseta. Oh, Khatana, forseta. Photo forseta. Photo setaka, ketahuara. Forsetaka, Zabad. ف بوتوم سيت دائما الاخوار بفرصه كان لبانه وبي باشا النوع برسيرك كم كان نوع كروز بيدينغا انا بيشمان امتى بلانريان طرف كروز بيدينغ بلانر بالضبط بلانر كروز بيدينغ صور واضح بلانر كروز بيدينغ اما كرا بلانر كروز بيدينغ فرصه كان تماشى كشن واضح هو فرصه اتوان رسمي بقرن قلم يدان بو فرصه كان دركيه فرصه كان دركيه باشا الليرة طبعا واضح ترى تماشايكا فورسة دكان او فورسة دكان الليرة زور واضح ترى اوكي الليرة رسمي بقرى جوان فورسة دكان رسم بقرى شكا بور ريبورتان زور ميمو فورسة دكان دانينا بس اقل توضح مني بس الليرة حسي بالليرة تماشايكين دارو كده أول ليلة شيء فورسيتها أو أنا فورسيتها قلم ميداني أو فورسيتها كان فورسيتها كان درك هي ليلة زور واضحة أو تبنجب أو أنا فورسيتها أو أنا فورسيتها ليش درك هي فورسيت so also in this bed of thick bed of the sand so we have bioturbation كان أو bioturbation او انا بايو توربيشن تماشايكا بايو توربيشن همو بايو توربيشن نا او ويذرينغا اقا داربن موضوعك ويذرينغ جاب كنقل بايو توربيشن او برسير جواني كرت و تي امانه شمس بيانا امانه ويذرينغا شكا اما طبقات مانا بشيك عام خطة زاني ويذرينغ دايما ايشاكا راوستانية لقل ايروشن ويذرينغ ميكانيكال لقل كيميكال ايشاكا دا بدرجات الان نسبة كان 50-50 يعني 92-10 نسبة كان اقرر حسب سيكي كلايمته حسب توبوغرافيا حسب منطقة اقرر اما انا ويدريقة بس او انا بيت بايو توربيشن رسمي بقرر بايو نعم ناري وغلطة فنجد داني سر رسمي بقرر فنجد داني سكيل من البداية توفي شاكي بيتامود ايوكا جيولوجي سيديمنتولوجي حتى رسمي قرر سكيل بنبي ميكان او رابورتك من براسي سبيل المناقشة للسيمناركا يعني براسي برسيال ليكم يعني لو انا درجه لي بشيان بلا او سكيل او رسمه دانا او ذا سكيل يوزلس بكان لا هذا سكيل تبع بايو توربيشن بايو توربيشن فيتشر بايو توربيشن اول لازم هنا شيء لازم ما بس دي متر ستراكشر اوكي سيدي وتنا كروس بيدينغ معناه كروس بيدينغ كا بوتوم سيت مندي لغا فور سيت مندي لغا بايو توربيشن بس اول ان جاب كان او سبيانا هذا دائما اوانه ويذرينغ سيرفيس فيلم ويذرينغ سيرفيس اوانه تر بايو توربيشن تيسكا ويذرينغ طبعا بايو توربيشن اندكس همانا بايو توربيشن اندكس معناها اكوردينغ تو ريدينغ علمي جيولوجيا اندكس دانا وليك هو اروا تا شش اروا بداية كي
يكا معناه شيء بداياتي كذا سكا بايوتربيشن كأجات مرحلة الشش معناه obliterated most of the original feature of the rock هم يقول ره معناه بايوتربيشن كأكتيفيتي كأنا بقولها تو فيتشري internal فيتشري داخلي سيديمنتال روك سكا أقول ره يكلا وانا تماشى كبزام بايوتربيشن لرسن زيادة كده اللي ره بداية كاتي بداية كاتي لرس زيادة كا لاندر شون زيادة كا لاندر شو كما معناه بايتوربيش هنا انتريسا ورتان قلتو تريس فوسس اي تي ورتان نقل بايتو اي ورت نقل لا كايند اوف تريس فوسس هيك يعني وانا بايتوربيش محاضرة كان نخندو ابو اي محاضرة تريس فوسس كان بخيان ده انجباتنا ابو حقل اولا محاضرة كان مو ايه بايتوربيش هيك يعني وانا هنا اورجانيكا اورجانيك اورجانيكا اكتيفيتي اورجانيكا انجا اكتيفيتي اورجانيكا لبايوتوربيشن كزياد كان نسبه يوت من اكوردنج تو ريدنج اما شش سكيل مانيا بدايتك كما كاغات الشاش معناه اوبليتريتد ذا اوريجينال انترنال فيتشر اوف ذا روك كمتي كذا سبيكان تيكلاي مكان ويذرينج سيرفيس ويذرينج سيرفيس او انا هم ويذرينج سيرفيس او انا ايش ما بونيه ويذرينج سيرفيس اما ايش ما بوا بايوتوربيشن او بلا بايوتوربيشن شيء ورت انا قلتوا لما حاضر تريس فصل صح انك قطر كايند اوف ذا تريس فصل شوار دانا بو باي توربيشن تي باي اكتيفيتي تي يا يكرا باي ستراتيفيكيشن تي يا هم لخ شوار خالي تي ابو لمحاضرك ده اللي انا معناه تو او هتا لسان بيدنگ مرجان كشرحه كان بيدنگ متكايا ها بيدنگ من دو ليه انا او سيكلي تيك بيدكان سانسون ام بي باوتي شي من بني بلانر كروس بيدنگ فورسيتا كان كبوتوم سيتي تي اي لغال باي توربيشن هيا باي توربيشن دي فابدا نزيد اما ليرانا لامينيشن ماني لخوارو ليك سنتيم كم ترى اما ين بيدا او بيدا او لامينيشن طبعا شاك لامينيشن انجا لامينيشن چي ماني لو لامينيشن ريبل كروس لامينيشن كامية استا بيشان تندم جوان دي قد ده ورنيرا بس فوكس كان لغال ما طبعا شايكا طبعا شايكا أمي ريبل كروس لامينيشن زانا ريبل كروس لامينيشن نو أكيد شيء أسيمتريكال أجا داربن أسيمتريكال لا 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 لا